السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما شفنا في الفيديو الأول واحد قراءة في البرنامج الرسمي للاختبار الشفوي، تعرفنا على ديك الشبكة ديال التنقيط، تعرفنا على مجموعة من النقاط اللي هي كادو بالنسبة ليك غتاخدها، يعني بلا ما دير حتى شي مجهود. وبالتالي اللي ما شافش الفيديو الأول يشوف. دابا غنحاولو نشوفو كل محور من هاد المحاور، نشوفو فيهم كيفاش غتقدمهم في حالة جا فيك شي عنصر من بين هاد العناصر اللي حطو ليكم في المقاطع ديال الدروس. وضعية تواصلية. وضعية تواصلية يوجه ويقدم إرشادات أو فعل تواصلي آخر بنفس المستوى، يعني أعطوك واحد الوضعية التواصلية في المستوى الأول، ماشي بالضرورة تكون يوجه ويقدم إرشادات، المهم أعطيك واحد الوضعية تواصلية في المستوى الأول. غنحاول نعطيك كيفاش كنقدموا الوضعية التواصلية، كيفما بغات تكون هذه الوضعية التواصلية هذه. دونك دائما خصنا نعرف واحد الحاجة، أن الوضعية التواصلية عندها علاقة بالحكاية، يعني دائما عندها علاقة بالحكاية. كتعطاكم واحد الحكاية ومن خلالها كديروا البناء ديال ديك الوضعية التواصلية، او ممكن ديريكتومون يعطيكم المتن ديال الوضعية التواصلية المحتوى ديالها. قبل ذلك نشوفوا يعني المكونات ديال هذا الاستماع والتحدث، داكشي اللي خصنا نديرو في الترويصة ديال الجدادة لانه مهم. دونك المستوى المستهدف هو المستوى الاول، المكون هو الاستماع والتحدث، الحكاية انت كدير العنوان ديال الحكاية في حالة تعطاك، ما تعطاكش كتخليها خاوية، عاد كتبعها ديريكت من الوضعية التواصلية. الوضعية التواصلية كتحط العنوان اللي يعطوك في الوضعية التواصلية، مثلا على سبيل المثال عندنا يحيي ويرد التحية. اش من وحدة الا كنت عارف الوحدة في حالة عطاوك الكتاب غادي المرجع، يعني سميت داك الكتاب المدرسي اللي عطاوك، في حالة ما عندكش الكتاب راه ما غاديش ديرو. الوحدة الدراسية الا عرفتيها ديرها، ما عرفتيهاش ما ديرهاش، ولكن الا عطاوك الكتاب راه غتعرف فيها الوحدة لانها كتكون مكتوبة يعني في التحت ديال الكتاب اش من وحده، وممكن تخرجها بسهوله ولا تمشي ديريكت الفهرس راه غتجبد وحده. ثم الرقم ديال الجداد انت دير فيها الاولى واحد، ترتيب الاسبوع في الوحده الى عطوك الكتاب راه غتعرفو راه كيتعطاك، الى ما عطاوكش الكتاب راه ما غاديش تعرفو. اش من حصه، واش عطوك الحصه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، هادشي راه كيكون في الوضعيه اللي غيعطيوك. مثلا عندنا تعرف عناصر الحكاية، وهادشي اللي تعطاكم في الاختبار الشفوي، يعني انكم تعرفوا العناصر ديال الحكاية. المهم الاهداف دابا ما غاديش نقراو حنا يعني الاهداف ديال الحكاية حتى نرجعوا ليها، غنشوفوا فقط الاهداف ديال الوضعية التواصلية. الا كنتي في الحصة الاولى كدير ان يتعرف المتعلم مضمون متن الوضعية التواصلية من خلال سماعها، يعني من خلال سماع ديك الوضعية التواصلية غتعرف المضمون ديالها، أو تسميه مضمون متن الوضعية التواصلية. دونك هادو غيكونوا واحد الهدف اللي درتيه راه كافيك بالنسبة للحصة الأولى، لأنه هذاك هو الهدف الأساسي ديال الوضعية التواصلية في الحصة الأولى. ما غاديش نشوفو دابا الحكاية حتى نرجعو ليها، نمشيو ديريكتومون الوضعية التواصلية. فوالا الوضعية التواصلية، الحصة الأولى الوضعية التواصلية 15 دقيقة، الحصة الأولى كنديرو فيها التسمية، صافي غير كنسمعو داك المتن اللي عطانا، راه المتن غيتعطاك، المتن هو المحتوى ديال الوضعية التواصلية اش كيكون فيها. أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع متن الوضعية، وغادي العنوان اللي تعطاك بأن أسأل، يعني من خلال الأسئلة ديالك داك السؤال اللي غتعطي واللي غتكون عنده علاقة بالمتن ديال الوضعية. مثلا حنا عندنا شكون اللي جا المزرعة، جات وداد مع جدها المزرعة، وداد تحيي جدها قالت له يعني صباح الخير جدي، وجد رد عليها صباح الخير حفيدتي، يعني حيته. وداد عاوتاني مشات للمدرسة وكتحيي الأستاذة ديالها، قالت لها السلام عليكم أستاذتي، وردت عليها الأستاذ وعليكم السلام وداد. وداد رجعت للدار ديالها وبغات تحيي الأم ديالها، قالت لها مساؤك سعيد ماما، وردت عليها الأم ديالها مساؤك أسعد عزيزتي. كما كتلاحظوا المتن يعني كيكون بسيط.
اللي مهم هو أنك تكتب هذه العبارة: أحفز المتعلمات والمتعلمين على سماع مثل الوضعية، وتكتب العنوان ديالها، بأن أطرح بعض الأسئلة وأطرح الأسئلة اللي عندهم علاقة بالمثل نطاقك، وهادو غتكتبهم كما هما هادو، وسمعوا الحوار مرتين أو ثلاث باحترام أسلوب الحوار وباستعمال إيقاعات صوتية معبرة وبمراعاة قواعد النبر والتنغيم وعلامة الوقف. هذه راه تكتبها كتبقى ثابتة ما دام الحوار يدور بين عدة شخصيات، يعني بين شخصيتين أو ثلاث أو أربع. أرسم تخطيطا لها على السبورة وأقف إلى جهة كل شخصية كلما هممت بالكلام على لسانها. هادشي غدير حتى تحت، إلا جات فيك الوضعية التواصلية غتنوض للسبورة، غدير واحد الوجه اللي كيمثل الجد، واحد الوجه اللي كيمثل مثلا الحفيدة. في كل مرة قلتي صباح الخير جدي غتقولو بالصوت ديال الوداد وغتمشي لجهة وداد، وفاش غترد عليها صباح الخير حفيدتي غتقولو بالصوت ديال الجد وغتمشي في الجهة ديال الجد. نفس الشيء بالنسبة للأستاذة، هو الوداد والأم وداد. أختبر الفهم السماعي بأسئلة مثل: ماذا قالت وداد لجدها؟ بماذا أجابها؟ بماذا حيت وداد أستاذتها؟ إلى آخره. كما كتلاحظوا الحصة الأولى هادشي اللي كيدار فيها تسميع فقط، دونك هادشي بالنسبة للحصة الأولى. نمشيو للحصة الثانية. بحال جات فيك الحصة الثانية كتكتب نفس العناصر اللي درنا في الفوق، والهدف ما غاديش نكتبه ديال الحكاية هو ترديد متن المضيع التواصلية أو ترجيع، بحال ترجيع أو ترديد متن المضيع التواصلية، هذاك هو الهدف ديال الحصة الثانية. نمشيو ديريكت للوضعية وسمي متن الوضعية التواصلية بمراعاة ما تمت الإشارة إليه في حصة مماثلة سالفة، يعني في الحصة الماضية. دائما التسميع كان بدأ به الحصة. أطرح أسئلة متدرجة يكون جواب كل سؤال جزءا من الوضعية، وأحفزهم على ترديد كل جزء فرادى وزمرا ليتمكنوا منه. يعني أولا لأنه الهدف من هذه الحصة أصلا هو الترديد أو الترجيع، يرددوا ديك الوضعية، هذا الشيء اللي كيدير فقط، وبالتالي خصك ما أمكن تحاول أنه المتعلمين يرددوا معك الوضعية التواصلية فرادى وبشكل جماعي. وإذا تحيي جدها هادشي راه ديجا شفناه، صباح الخير جدي، ونبقى نعاود معاهم صباح الخير جدي، كل واحد بوحدو صباح الخير جدي، عاودها عاودها عاودها، يلا قولوها كلكم مزيان، ندوز عاوتاني صباح الخير حفيدتي، وهكذا دواليك حتى نكملهم كاملين. هادو أسئلة يعني باش أنهم نحفزهم باش يديروا الترديد ديال المتن ديال الوضعية. حيت وداد جدها ماذا قالت له؟ قالت له صباح الخير جدي. أو بما رد الجد؟ رد عليها صباح الخير حفيدتي. حيت وداد أستاذتها ماذا قالت له؟ قالت له السلام عليكم. ماذا قالت لها؟ عفوا السلام عليكم أستاذتي، وهكذا دوالك حتى تكملهم. يعني دوك الأسئلة جزءا من الوضعية هما هادو، يعني كنشوف المتن ونجبد منه السؤال، ثم أحفز بعضهم على ترجيع المتن ديال الوضعية كاملا، يقول الوضعية كلها. ماشي بالنسبة للحصة الثانية. الحصة الثالثة ديال الوضعية التواصلية كيدار فيها تشخيص الوضعية التواصلية، ده هو الهدف ديالها، تشخيص الوضعية التواصلية. كيفاش كنديروا التشخيص ديال الوضعية التواصلية؟ دائما أسمي مثل الوضعية التواصلية، أحفزهم على ترجيع مثل الوضعية التواصلية بأسئلة بحال داكشي اللي شفنا، ثم أساعدهم ليتناوبوا على تقمص شخصيتي وداد والجد وباقي الشخصيات. يعني شنو هو التشخيص؟ وأنه كنساعدهم باش أنهم أنت غتكوني وداد وأنت غتكون الجد، وبالتالي كتقمص الدور ديال الجد وهي كتقمص الدور ديال الوداد. نفس الشيء بالنسبة للوضعية الثانية، غناخد جوج ديال المتعلمين، واحد غيكون وحدة غتكون وداد وحدة غتكون أستاذة، وهذيك غتقوم بالدور ديال الوداد وهذيك بالدور ديال الأستاذة، وهكذا دوري حتى نكون مثلت الدور ديال الوداد مع الجد ومع الأستاذة ومع الأم. هذا هو التشخيص. يعني التشخيص كنقوم بتشخيص الوضعية التواصلية مع احترام الشخصيات اللي فيها، يعني كنحترم الهوية ديال الشخصيات اللي عندي في الوضعية. وداد غتبقى كما هي وداد، والجد غيبقى كما هو الجد. هادشي بالنسبة للحصة الثالثة. الحصة الرابعة كيكون الهدف ديالها محاكاة الوضعية التواصلية. قلنا الحصة الرابعة يكون
الاوبجيكتيف ديالها هو محاكاة الوضعية التواصلية. غنعرفو شنو هو المحاكاة ديال الوضعية التواصلية. دائما ما تنساوش العبارات الاولى اللي كنكتبو في الديبار، اللي هو اسمع واحفز على ترديد، يعني المتن ديال الوضعية من طرف المتعلمين. ثم اطلب من بعض المتعلمات والمتعلمين تقام الشخصيات وداد والجد والاستاذ والام وترديد الحوار الذي دار بينهم. هادشي يعني بحال كنعاودو داكشي اللي دات في الحصة الاولى والثانية والثالثة، عاد كنمشيو للرابعة. الرابعة أطلب منهم أن يحاكوا الشخصيات. شنو هي المحاكاة؟ وما كيبقاش الدور ديال الوداد، وما كتبقاش السمية ديال الجد. أنا مثلا سميتي مثلا حفصة، دونك النوض نقول صباح الخير، ونقول السمية ديال التلميذ اللي قدامي محمد، كنقول لي صباح الخير محمد، وغير داليا صباح الخير حفصة. كذلك غنمشي للوضعية الثانية، غنبدل ليهم الشخصيات، غنجيب جوج تلاميذ اخرين، هذاك سميتو مثلا فلان وهذاك سميتو فلان، وبالتالي هنا كيحافظوا على السمية ديالهم كما هي، ما كيتقمصوش الدور ديال الجد وداد، وانما كيتقمصوا الادوار ديالهم هما، وهما كيعيشوا الوضعية التواصلية كما هي. ندوزو للحصة، في وصلنا الخامسة ياك. الحصة الخامسة كيكون الدور، يعني كيكون الهدف ديال الوضعية التواصلية هو تثبيت الوضعية التواصلية. الهدف ديال الوضعية التواصل هو التثبيت. شنو هو التثبيت؟ هاي تثبيت الوضعية التواصلية في الحصة الأخيرة. على فكرة الوضعية التواصلية كتقدم في 5 ديال الحصص فقط، كل 5 كندير وضعية جديدة. التثبيت هو أنني كنعاود داك الشيء اللي درت كامل، كنكتب متن الوضعية التواصلية، كنديرو التسميع بنفس العبارات اللي خدمنا بهم في الديبا، كنديرو الترديد، ثم كنديرو التشخيص، ثم كنديرو المحاكاة، ثم كنديرو التقييم والدعم بأسئلة. ان داكشي اللي درنا من الحصه الاولى حتى الاخرى كنعاودوه كامل في الحصه الاخيره باش ندير تثبيت الوضعيه التواصليه. وبالتالي في حاله جات فيك الوضعيه التواصليه راه سهله، كفي انك تحفظها باش ما تبقاش كل مره تشوف الورقه، تحفظها راه سهله، وتخدم الجداد ديالك بهذه الطريقه هذه. ماشي بالضروره تحافظ على هذا الاسلوب هذا، اللي مهم هو انك تعقل على المراحل اللي هما: اول حصه كنديرو التسميع، تعرف شنو هو الاوبجيكتيف هو التسميع. الحصة الثانية كنديرو الترديد والترجيع، كيرددوا معاك. الحصة الثالثة كيديروا التشخيص، كيشخصوا مع احترام الهوية ديال الشخصيات. الحصة الرابعة المحاكاة، كيشخصوا ولكن كتمشي الهوية ديال الشخصيات، وكيحافظوا على الهوية ديالهم هما. ثم الحصة الأخيرة كيديروا تقويم الدعم أو تثبيت الوضعية التواصلية. مزيان، دابا هادي تهنينا منها. نشوفو دابا تعرف عناصر الحكاية أو سرد وتشخيص حكاية. أول اللي كيبدا هو السرد والتشخيص، التعرف عناصر الحكاية، يعني نسردو، عفوا السرد والتعرف على التشخيص. المهم نمشيو خطوة بخطوة. بون، نضربو دابا عصفورين بحجر واحد، نحاول نشوفو السرد والتشخيص والعناصر بثلاثة. يعني اولا دائما كنحتفظ بالترويصه، المستوى الى عطوك الاول ديال الاول، الى عطوك الثاني ديال الثاني، بحال الماده الاستماع والتحدث او المكون الاستماع والتحدث. الحكايه كتب العنوان ديال الحكايه اللي عطوك، مثلا احب اخي. النموذج ما كايناش باش دير نموذج. المجال يعني لا تعطاك المجال ديرو ما تعطاكش ما ديروش. مرجع لا تعطاك ديرو ما تعطاكش ما ديروش. ترتيب الاسبوع في الوحده ديرو الى تعطاك ما تعطاكش بلاش. الجداده مهمه ديال الواحد. المده الزمنيه مهمه ديرها كما هي. الحصه الاولى هي دي لا تعطاك تدخل الحصه الاولى، اللي هي تعرف عناصر الحكايه. تعرف عناصر الحكايه، الاهداف هما هادو: تعرف المضمون العام للحكايه من خلال سماعها، تعرف عناصر الحكاية اللي هما الشخصيات والأمكنة والأحداث من خلال سماعها. هذه العلاقة تلعب الحكاية، هذه وضعية تواصلية شفناها في الديبار بلا ما تديروش. دونك هذا ما تديرو. دونك ها هما الأهداف ديال الحصة الأولى: تعرف المضمون العام للحكاية خلال السماع ديالها، وتعرف العناصر ديال الحكاية. صافي. الوسائل دير أي وسيلة غتحتاجها ومتوفرة عندك. ما عندك دير شي وسيلة ما كايناش وديرها في الوسائل؟ لا، دير الوسائل اللي متوفرة عندك: مكتب، وزرة، سبورة إلى آخره.
او صور تمثل اللي عندك الصور ديال اللي ممكن تمثل بهم الشخصيات والزمان والمكان، ممكن ديرهم الا ما عندكش بلا ما ديرهم. مشاهد المدرجة في الكراسة المتعلقة بالحكايات هذه ديرها، لانها كتكون في الكتاب ديال المتعلم. صياغ العمل، دير الصياغة اللي غتخرجك انت، عمل فردي عمل في مجموعات، من الاحسن انه يكون يعني عمل في مجموعات تفادى العمل الفردي. صافي كنجي للمرحلة الاولى، ما ديروش هاد التقسيم الزمني، ما ديروش صافي هاد التقسيم الزمني، ما ديروش دي المدة الزمنية ديال الحكاية في الاول 45 دقيقة، صافي ما ديرش هاد الشيء هذا. تدبير الأنشطة التعليمية التعلمية، وضعية الانطلاق، كنحاول ندخل المتعلم، يعني كنتعاقدوا تعاقد ديداكتيكي، يعني كنتعاقدوا في اختيار وتنظيم الفضاء المناسب لتقديم الحكاية، كتكتبوا كما هو الساحة السقفية الحجرات الدراسة إلى آخره. أقرأ عنوان حكاية أحب أخي وأشرح كلمتي أحب وأخي، يعني أنت كتكتب العنوان اللي تعطاك في الحكاية وكتشرحه باعتماد حتى استراتيجية المفردات. غتقول لي لا راه ما خصنيش نقرأ العنوان، أنت كتهضر مع التحضيري ولا التاني مازال ما كيقراوش، يعني مازال ما وصلوش النيفو أنهم يقراو ويفهموا بحال يعني المستويات العليا اللي كنبداو فيهم بالقراءة من العنوان. أدعوهم إلى ملاحظة صور مزيان متعلقة بالحكاية المدرجة في كراسات المتعلم والمتعلمة. أستطيع توقعاتهم حول مضمون الحكاية شفهيا فقط، لأنهم غير متمكنين كما قلنا من مفاتيح القراءة، ولكن حين يتمكنون منها في الشهور اللاحقة أعتمد المخطط الشمسي. المخطط الشمسي وخططك كندير فيها وكنخرج الأسهم ديال التوقعات على السبورة، هادشي غتكتبو كما هو. ثم كندوز للتسميع، ضروري نسمع نص الحكاية مرتين أو ثلاث باحترام أسلوب السرد، وباستعمال إيقاع صوتية معبرة، وبتوظيف التعبير الجسدي والإيماءات مع احترام قواعد النبر والتنغيم وعلامة الوقف. ثم أختبر الفهم السماعي بطرح بعض الأسئلة اللي عندها علاقة بالحكاية اللي قريتي، أسئلة بسيطة أتحقق بمعية المتعلم والمتعلمات من توقعاتهم ونناقشها. يعني من بعد ما سمعوا كتولي تحقق معهم على التوقعات اللي عطاو. دونك انت فلان قلتي باللي من المتوقع انه تهضر الحكايه على هذا، دونك اش بان لك دابا؟ لا راه فهمنا دابا باللي كذا وكذا. المهم كتحقق من التوقعات ديالهم بلغه عربيه فصيحه. ثم هذا هو الهدف الاساسي ديال الحصه، اللي هو استثمار عناصر الحكايه سواء في المستوى الاول او الثاني، راه كيبقاو العناصر ديال الحكايه ثابتة. وجه المتعلمات والمتعلمين لتعرف عناصر الحكاية، الشخصيات انت غديرهم ولكن كتحاول توجه المتعلمين باش هما يخرجوهم. دونك الشخصيات اللي واردة في الحكاية غتكتبهم، وداد، مراد، الأستاذة، الأب، الأم، محمود، بأسئلة مثل من التحقت بمدرستها الجديدة، يعني هادو كل شخصية غتجبد لها السؤال باش هما يخرجوها. مثلا التحقت وداد بمدرستها الجديدة، من التحق بمدرستها الجديدة؟ التحقت وداد، إذن الشخصية الأولى هي وداد. لما دخلت مثلا وداد إلى حجرة الدرس جلست بجانب مراد، مع من جلست أو بجانب من جلست وداد؟ مراد. مزيان، رحبت بها الأستاذة، من رحب بوداد؟ الأستاذة. عندما مثلا عادت إلى البيت رافقها أبوها، من رافقها؟ الأب. كذا وكذا عانقتها الأم، كذا وكذا الأخ صغير اسمه محمود. يعني كنحاول نعطي أسئلة باش يخرجوا لي هاد يعني الشخصيات. ثم الأمكنة، الأمكنة اللي كاينين في الحكاية غنخرجهم، مدرسة، حجرة الدرس، على حسب داكشي اللي عندك أنت في الحكاية ديال، بنفس الطريقة بالأسئلة. الزمان، بداية السنة الدراسية، المساء، بأسئلة متى التحقت، متى، الأحداث، أين، كنخرجهم وكنديرهم على شكل يعني خطاطة. كندير هنا العنوان ديال الحكاية، كنخرج الزمان، كنخرج الشخصيات البتري، كنخرج المكان والأحد الأحداث، حتى الأحداث كنديرهم هنا، يعني شنو وقع في البداية، شنو وقع في الوسط، شنو وقع في النهاية إلى آخره، هادشي كامل كنخرجهم أحداث عن طريق جمل بسيطة. غير متمكنين بعد من فاتح القراءة بنجمع عناصر الحكاية شفهيا فقط، وبعد تمكني من فاتح القراءة في الشهور اللاحقة، يعني إلى معهم كتابيا على السبورة. دونك مع الديبار، بما أنه يعني مازال، ولكن هادشي إلا كان في لطاطاك في الديبار ديال المقرر، ولكن إلا طاطاك في اللفان ديال المقرر غتكتب هادشي في السبورة، ولكن إلا طاطاك الحكاية في البداية ديال المقرر الدراسي بداية السنة
بلا ما تكتب هادشي غتشير في الجودة ده اللي غتقدمو شفهيا. هادو هما عناصر الحكاية الإخوان، الشي اللي كاين. دونك عناصر الحكاية شدوهم هما هادو: زمان، مكان، شخصيات وأحداث. ولكن قبل ما نديرهم كندير واحد وضعية انطلاق وتسميه، وكنخرجهم واحد بواحد عن طريق أسئلة يعني متدرجة. الشي اللي كاين، وبها نكون قد أنهينا يعني المجال الرئيسي ديال الشفوي، ديال الويل، ديال الاستماع والتحدث. دونك الاستماع والتحدث سالينا منه على أساس ننتقل إن شاء الله إلى الدروس اللغوية.